طيب معانا كمان أنطونيوس الحقيقة من ليبيا، وعايزين نشوف أنطونيوس أخباره إيه وعايز يرجع ولا إيه الوضع هناك. أنطونيوس أهلا بيك. أنا بيك يا أنطونيوس، سلام. أنت سمعتي عندي أنطونيوس؟ معلش قول تاني. لو عندي كل شهادة المنيا اللي هم تمام. اخواتي، وانا من المنيا اساسا، واحنا مجموعة كبيرة هنا من المنيا يعني. عددكم كبير تقريبا كام؟ احنا بنعدي اكتر من 500 واحد، بس مش كلنا متحلين يعني. من المنيا وضواحيها، كل المنيا احنا ومراكزها يعني، صمالوط، ملاوي، كل حتة في المنيا. اغلبيتنا من مركز المنيا. مركز ايه؟ ملاوي. ملاوي. انت من ملاوي؟ بس قاعدين في سبعة. طيب النصيحة دلوقتي لكل اللي موجودين في ليبيا انكم لازم ترجعوا عشان في خطر عليكم، لان الناس دي عايزين يستهدفوا كل واحد مسيحي ومصري كمان يعني، لكن الحال المسيحيين بالاكثر. ف انتوا ايه رأيكم؟ يعني طبعا الرئيس السيسي قال ان هو هيساعده اللي راغب في العودة، يعني هو مش اجبار، لكن احنا بنرجوكم ان الكل يرجع. احنا عايزين نروح، ماشي، مفيش مشكلة، بس المشكلة ما نقدرش نمشي في الطريق. احنا عشان نوصل على حدود مصر بناخد 24 ساعة سفر. عشان نروح حدود تونس لازم نعدي نروح طرابلس، وقلنا بقى طرابلس 12 ساعة سفر. عشان نروح حدود الجزائر أقل حاجة عايزين 8 ساعات سفر. يعني مرتين ومرتين، يعني المنطقة ما نقدرش نطلع بره، المنطقة آمنة، ما قلناش حاجة، في أمان، بس خايفين الخطر يطولنا يعني. طبعا بيقول لك النار ما اتحرقتش بالصمت زي ما بيقولوها عندنا في مصر، يعني احنا برضه ما ينفعش نخاطر بنفسنا ونطلع اي مكان بعيد عن المنطقه اللي احنا فيها. احنا طب مشينا هم بناس كتيره بتروح، فاحنا الخارجية عايزين كده نستغل أعلنت عن المشكله أرقام اللي احنا تليفونات. بنتحمل. أستاذ أنطونيوس، طب ساعدنا حضرتك طالما قدرت تتواصل معانا. انا مش مجمع، احنا الشاب معنا الارقام اساسا، الوحيد اللي بيشد معنا حتى من بنحاول نتصل على اي قناه مصريه غير قناه الكرمه، هي الوحيده بصراحه اللي بتشد معنا، لكن اي قناه مش بتشد. لا احنا دلوقتي عايزينها، احنا هنساعدكم ان شاء الله، وعايزين نجمع كل التليفونات وحضرتك على قد ما تقدر، لو عندك، لو تقدر توصل وتبعت لنا ايميل بالاسماء والتليفونات والعناوين بتاعت كل اللي موجودين في ليبيا وعايزين يجوا، او لو بالتليفون دلوقتي معانا مع الكنترول روم تديهم معلومات على قد ما تقدر. احنا هنوصل المعلومات دي وبكل قوة، وهنقعد نقول يا انتوا اعلنتوا الخارجية والرئيس السيسي امر، ده امر مفيش حد يسافر من مصر، والامر التاني ان تساعدوا كل الناس الموجودين عشان يرجعوا، بس هم بينصحوكوا ان يكون بشكل فردي، بلاش تتجمعوا، بلاش تجمعات، عشان برضو لو لا قدر الله حصل خطر ما يبقاش خطر على مجموعة باكملها. فاحنا هنساعدكم استاذ انطونيوس، ابعت لنا دلوقتي لو تقدر تدي الكنترول روم كل المعلومات المتاحة معاك، اعمل كده، لو هتقدر تدخل على الايميل تبعت ايميل. اتفضل. احنا قبل كده اتصلنا وغدينا المعلومات ساعة ما كانت استشهاد السبعة المسيحيين، وانا هنتصل بيكم وننسق معاكم، محدش يتصل بينا ولا ننسق معانا. لا وفي معلش، نفس الوقت برضه الوضع قبل ما يبقى فيه الشهداء كان شيء، ودلوقتي احنا شايفين شيء تاني، شايفين انه في نية صادقة من الحكومة ان هي تساعد. مع حضرتك برضه في حاجة تانية، أنا ما أقدرش أطلع مع أي حد سواء كان ليبي أو مصري إلا أكون متأكد منه، ما أقدرش أتنازل من طب مكاني. ما هو ده اللي أنا احنا، ممكن طبعا أتأكد من المسافر، طبعا عشان احنا كل، أنا عن نفسي أنا معايا 2 إخواتي، وعندي ابن عمي، ومعايا عمي، ومعايا ابن عمي، يعني 5 7 قرايب، ما أروحش أدمر عيلة كاملة مع واحد ما أعرفوش. ما تقلقش. طيب استاذ انطونيوس زي ما قلت لك، سيب لنا المعلومات، انتوا كده اهو حوالي 7 افراد مع بعض في مكان واحد، واحنا هنتابع، يعني احنا هنحط على كاهلنا فعلا وعلى عاتقنا ان احنا نساعدكم على قد ما نقدر، وعايزين الحكومه تستجيب معانا، وعايزين اي حد مسؤول، اي حد بيسمعنا يقدر يساعد من الناس الكويسه اللي يعني قلبهم على القضيه فاحنا هنتصل وهنعمل مجهوداتنا عشان نساعدكم يا استاذ انطونيوس، وهنفضل على تواصل معاك. اهم حاجه سيب تليفونك، سيب اي معلومات موجوده اكتر، تواصلوا معانا باستمرار وهنساعدكم على قد ما نقدر. ربنا يكون معاكم، وهنصلي علشان خاطر ربنا يحافظ عليكم ويبعد عنكم هذا الشيطان. ربنا يخليك يا دكتورة منى، وبرضه بوصل
تعزيت مره ثانيه للشهداء. بامانه احنا لما سمعنا الفيديو اتاثرنا تاثير يعني ما اقولكيش التاثير اللي احنا اتاثرنا بيه والدعم اللي حبنا كلنا يعني متهيئين ومسلمين هنا. وبنفس الوقت انا بطمن اهالينا ان هم يعرفوا صوتي ان احنا في امان يعني برضه هنا يعني من الصبح من اول الساعه 10 بالليل امبارح ما حدش نام اصحابنا واصدقائنا كلهم بيقولوا جنجانين على اللي كنا بنحط من المنبر بحضرتك ان احنا الحمد لله في امان ونشكر المساء معنا اللي هو مديها لنا والتعزيه اللي هو مديها لنا بالشهاده دول وبركه البابا كرونز بصراحه مش سايبانا. امين، نشكر ربنا وهم شهداء. وزي ما قلنا الفيديو الحقيقه زي ما كل اسر الشهداء بيقولوا كان سبب تعزيه، فرحوا انهم يعني فعلا استشهدوا على اسم المسيح ومتمسكين بالايمان. بشكرك جدا استاذ استفانوس، ما تقلقش وربنا هيساعدنا، وزي ما بنقول بنطالب الكل انه يقف معانا عشان نقدر نساعد كل اللي موجودين في ليبيا عشان يرجعوا سالمين.